هي فيها الدكتور قادري ما شاء الله، فيها الدكتور درزه، فيها العبد المتواضع قدامك في فتحي، وصل الجميع وصل لافيه، وصل الجميع ما لهم صغار في الحكومه اللي انا معاها من دوم السنيور وامنور وكذا، اللي هم الصغار في الاذان المني وكل انا معاه، قدروني يحنوني ويحبوني كبير ورس اللي تحب انت. ايوه اي انا سافر معك حتى امور نفسيه فهمتي. ايوه اقصى الجميع سي الحبيب بورسعان زاده سي عبد الحفيظ غباره سي معناها انت حسب برايك بس كل اقصى باب عدم التعاون هو ان الهاشمي معك ما ترمتي هاو شو نقولها من مدينه الحد معك كامل رجال الاقصى وين نعرف راه وين نعرف وانا عارفين على شو هو ربما في هاشمي معك ما ترمتي له ممكن جد في قلبك جاي دربنا كما قلت لك عشان قبل الشياب قبلها كان رياضي مرجع نفسيه مش عارف ممكن دربنا عشان قبل الثمانيه ما نجحش ربما قعدت عندك في قلبك يقول لك هي هو سبقني اني دربتهم نحوني مش تحيل لهم مش اللهم لا شمات يعني ولدنا ولد الطويل احترموه باش الى متى الى متى الى متى باش معروف تصير ما نجحت ممكن هو قاعد في خاطر الى متى الى متى هذا والرياضه بتاعت كره القدم ضحيه الى متى سيتواصل الشيء هذا والله يا اخويا هو ما دماغش هذا هو شوف ثمش حكماء ثمش حكماء ولا شاهد بوذني بوذني ثم شهاد سي عبد العزيز لوك حاضر سي صدق العيب حاضر سي حسين كيركي مدرب حاضر اول مقابله تلاقيها تحطوني هنا في عاد سيد رسل حي ثم ملاعبي ثم ملاعبي في تعال طويل كنا نفسوه شويه جماعه مطوي مشيت عارف هو عمل سيجار شويه جماعه مطوي سبوا له بابا ولا امه كذا ما عطاكش فيهم ولا حاجه ما عارف جماعه مطوي ما غادي حبه جي في ريسبسيون ثم عمل في الاخر نهايه المقابله ريسبسيون مطويه وتطوين وكذا مطويه وعادي حمروا لي مغادي وش معقول بوذي سمعت راه بوذي في تركينا مغادي مش معاهم ما كان في تركينا نشوف ترى قال لهم سامحونا راه الخور يعقب الخور يحكي لهم على الملاعب اللي تناوش معاكم هكا راه معنا خور معقبينا هي خور مش معقول فهمتني من وقتها سمعوها يا جماعه الحق استقوا منها كذا من وقتها الكلمه هذيك افسدت كل شيء كل شيء استاءوا منها يا جماعه مش معقول يعني الناس ضحوا خدمه جمعيه 15 20 عام سي عبد الرزاق انا ضحوا بالفيس الغالي ها انت تجي تقول خبر مش معقول جاي لا خدمه 15 عام ولا 20 جي انت في عام في نهارك الاول تقول خبر مش معقول نتحداه اذا كان يقول ما قلتهاش وان الشهاد بدك عبد الرزاق لك حاضر ايش فهمت انت قد ما حكم اللي مشى وسي سابق العايب وسي حسين كثير حاضر ويش الدام ويش الدام ملعبيه شاهد يبا دم قدام الناس براينيه يقولوا شو يقولوا في بعض كما هي مطوي مش معقول من هيك غريب على خلق العلاقات نعود تقسمت 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 نعود في فتح الحباء والبلاد على ثلاثة نعود في فتح يقسم البلاد على ثلاثة نعود في الكورة في الرياضة تولد معنا ثلاثة ما تخص معنا أمل أوروبا ومستقبل لا خلينا نحكيش على المستقبل من عم نول يقسمها معنا فتح على زول على ثلاثة أيوة الحباء أيوة ولا فتح الحباء الحق على مل جمعية من السرقات في فتح علمتكم لجنة حكماء ولا عندكم موجودة لجنة حكماء تتدخل في الشدائد هذه في الاوقات الصعيبه موجوده ولا مش موجوده؟ يا اخي هي توا شو نقول لك؟ احنا نقول ربي يهديه فهمت؟ انت كي تشد جمعيه مش تجيك حتى في الحوار اللي سمعته ما تحكيش ديما هو يحكي ما تحكيش على الناس السابقه. انا كي تشد جمعيه ما عادش نذكر راني عملت وفعلت ودرت 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 وانا ما درت شيء. نقول راني دخلت على التسيير كنت اتصور امور سهله كذا لا غالب يفشل واحد يفشل. حاول يفشل بس فات يقولني يفشل ما فهمت ما تعرفش لا تقبل راهم ترين الصبر وترى شنو ولا حاطين الناس شرفاء مش شرفاء يا اخي حتى كنا شرفاء زعما احنا مش شرفاء يقول انا شرفاء حتى احنا شرفاء الدكتور قادر شريف سي عبد الحفيظ بصح شريف سي فتح العزوك شريف سي عبد الحفيظ غبار الناس كلنا شرفاء ولا تطاويل كنا معروفين ولا تصب اه اكيد مش في حد ثم كلام كما قالوا الجماعه بعثوني باش نتكلم به مسؤولين سابقين وكل قالوا لي ثم كلام لا تستقنا منها بصراحة وإحنا قلت يا عدل أنا نحترمه طب بشر نحترمه مثلا كم يقول لي ما نجحتش إلا غالب ما نجحتش واضح الأمور واضحة تعير مش بغلطوا الناس مرتين كمدرب عم نقول طيحة كرجمعية سنين ما نجيبش السعادة بين في رقم اثنين تحمل 83 مليون ورغم هذا كما قلت لك تصرف 80 مليون في السنة قداش الليجان الصغار مصرف عليهم ولا نقول لك ممكن الجلسه العامه القادمه وقتها ان شاء الله تحول عندكش فكره؟ خويا الجلسه العامه تعملها المندوبيه وهو ينظم اوراقها الامور الماليه التقرير المالي التقرير هذا في الجلسه العامه تاعنا يعني عند المندوبيه. ثماش مطرشين جد للهيئه؟ والله لحد الان ما تكملش عام لحد الان ان شاء الله باش نخدموا سي فتحي؟
العام الجاي بيحولها ثم ثلاثة جمعيات كرة قدم في طويل. أمل الرياضي بالركبة عفوا أمل هكاك أمل الرياضي بالركبة مستقبل طويل كما مستقبل طويل واتحاد طويل ثم تنافس أكيد بشق. هل ترى أن هذا في صالح الرياضة كرة قدم في طويل؟ والله تنافس تنافس إن شاء الله يكون شريف. أيوة. رف سلاح رف سلاح طويل أنا رف سلاح سلاح طويل أنا رف سلاح طويل ان شاء الله بحاول فهمت ولا تتوضح الامور ان شاء الله ومعناها ويتنحى الغموض هذا بحوله احنا احنا بالنسبه لنا احنا رانا هو يتصور يتخيل يتصور فيه ويتصور في اعداء هو يتصور ممكن هو يتصور ايوه احنا ما عندنا حد احنا قلت لك احنا بالعكس هو اللي سبق والكلمه الاولى جت من عنده هو خور العقب الخور انا حضر ايوه استحنا من خور العقب الخور سبحان الله الانسان ساعات وقتها ما زال يحكي يا سلام مترين قبل بزبور شنو مش معقول يا اخي سي جمال الفطري طلع الجمعي سي محمد العبيدي طلع الجمعيه في عهد اول الوطني يجيب محمد العبيدي ها نجح سي جمال ها نجح طلع الجمعي سي عبد الحفيظ ضف تاعت منها وطلع لما موسم طلعت فيه محمد الصيصر مشهور طلع الجمعي محمد مومن دخل دم مليح وكذا